أحسن الله إليك. يقول السائل: ما نصاب الزكاة بالريالات؟ نعم، يقول: ما نصاب الزكاة بالريالات؟ النصاب من الفضة 100 درهم إسلامي، وهي 140 مثقالا، ومقدارها بالريال الفضة السعودي 56 ريال، 56 ريال فضة سعودي، أو ما يعادلها، يعادل 56 من النقد الورقي، ما يعادل قيمتها، ما يعادل قيمة 56 ريال من الفضة، لأن صرف الفضة يختلف زيادة ونقصا وارتفاعا وانخفاضا. فليسأل، مع أن أكثر المزكين عندهم أكثر من النصاب، عندهم بالآلاف والمليارات والملايين، ما عندهم، ما هم بس ما عنده إلا نصاب، يعني ما عنده إلا ما يعادل 56 ريال، قليل هذا. نعم، هو يزكي، يخرج ربع العشر، ألا يحتاج أنه يعرف النصاب؟ نعم.